نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تعادل سلبي ولكن النهارده يعني معدل الجري زايد شويه بالنسبه للعيبه الناشئين. زي ما انت قلت رد فعل المباراه اللي فاتت ونتيجه المباراه اللي فاتت ادى بعض الحيويه والحماس للعيبه والثقه شويه، فبقوا بيدوروا على حاجتين في الملعب، انهم يلعبوا باص سليم او يعملوا كوره زي اللي راحت لاحمد زي الغريب كده برؤيه ثرو باص ويروح على الجول. بس في الشكل الامامي كنا كلنا بنتكلم وبلال بنتكلم على المدرب ده مدرب دفاعي، يعني مركز قوي على الحاله الالتزاميه للعيبه اللي هي بتلعب من ورا على اساس ان احنا ما يخش فينا جول او اي حاجه. لكن بشكل اي حد بيضغط على الفرقه عندنا بيستحوذ، اي عرضيه بتعملها مشاكل، وخاصة كمان لو احنا عملنا كرة ميس باص في نص الملعب بتترد علينا. بس هو الدوري خلص واللعيبة اذا كانت في فرقتين، فرقة النادي الاهلي عندها الحماس وعندها الرغبة، انما فرقة الجيش اللعيبة قاعدة بتأدي، يعني عايز الوقت يمر وخلاص، يعني والله قدروا يعملوا حاجة، قدروا ما قدروش مش مشكلة، حتى لو دخل فيهم جول او اتنين الموضوع بالنسبة لنا منتهي يعني. ف الشوط كله عبارة عن محمد أشرف ومحاولات العرضيات ومحاولات لأحمد عبد القادر في المراوغة برضو، يعني عايز ياخد الكرة ويراوغ. وأحمد سيد غريب حاجة الميزة الوحيدة إن هو بيتحرك ساعات بالعرض كده ويعمل ثغرة ويستلم الكرة، ولكن لم يستغلها بشكل جيد يعني. غير كده كل لعيبة النادي الأهلي الحقيقة بيحاولوا يكونوا ملتزمين جدا، انما الافكت على الجول والكلام من ده هنشوف برضو نفس المباريات اللي فاتت تاني هاف تايم هيبقى الشكل عامل ازاي بالتغييرات يعني. كابتن علاء، الشوط معظم اللعب فيه منحصر في وسط الملعب. هو الشوط كله جري، بس جري من جانبين، فرص قليله قوي او الكوره فيه قليله قوي في من فرقتين على فكره، فرص ضعيفه جدا. الشوط في وسط الملعب الجيش بيحاول يستحوذ وسط الملعب، بيحاول يطلع بالكوره يعمل هجمه. النادي الاهلي دايما بيلعب على الكوره الطويله، لكن هو بس سؤال يعني، هو انا عشان لو انا لعيب كويس لازم اروغ واحد واثنين وثلاثه واربعه؟ هو بس مجرد سؤال. لو الكوره كده انا بقول لا. طيب لو الكوره كده تبقى مصيبه. لا طبعا، لان للاسف يعني ناس كتير قوي في في في, في ثلاثة أربعة في فريق النادي الأهلي بيمسك الكورة الأول، بأول حاجة فكر فيها إن هو يراوغ، مع إن الكورة مش كده خالص يعني. أيوه. يعني أول حاجة يمسك الكورة، أول يمسك الكورة تنقل وبعد كده أتحرك، إنما اراوغ عشان اراوغ او حتى امسك الكره براس واحد واثنين وانا مش عارف يعني، ممكن ارقص واحد بس انا عارف انا محضر هعمل ايه بعد كده، انما براس واحد مش عارف اعمل ايه والتاني مش عارف انا عمليه اتقطع منك. فطبعا بس هو عنده امكانيات احسن من كده. انا ما بتكلمش على واحد بس، لا لا انا اللي بتكلم على يعني مثلا انا بتكلم يعني في اثنين في الملعب، هو اللي انا مش فارق معايا فكره، احمد عبد القادر ولويس مكسوني. ايه المبدا؟ ليه المبدا؟ هو مبدا الكوره كده، نمسك الكوره الاول ارقص واحد واثنين لحد تقطع مني وخلاص على كده، والبوات هيجيبوها لي تاني. مكسوري تحس ان هو بلا هويه بلا تركيز، مفيش خطه، مفيش حاجه، مفيش تفكير يا ايمن انا هعمل ايه. دايما امسك الكوره وبعدين امسك الكوره وبعدين ابدا افكر وبعدين ابدا ارقص واحد واثنين يخش في زحمه تقطع منك. ما دي مش كره قدم. كره القدم بالظبط امسك الكوره ببدا انقل واتحرك، انقل واتحرك، اروغ، بس انا بروغ واحد عشان محضر اللي بعدها، برقص مثلا ايمن عشان هكسب حاجه ماشي. اعدي بمساحه. لكن وبعدين بنتكلم على مكسوني. طب ما احنا ماشي يا كابتن، ده مكسوني. طيب احمد عبد القادر، احنا عارفين ان انت عندك امكانيات كويسه وامكانياتك الفرديه هايله، ولكن بتستخدم امتى؟ وانت لو ما شلتش جنب الولاد دولت او ما شلتش الولاد دول، على فكره انا قلت له قبل كده، قلت له امكانياتك دي انت بتعملها عندك مشكلتين، امتى وفين بس بالزبط. ما هو امتى وفين دي هي مشكلته هو، مش مشكلتنا احنا، امتى وفين دي. وبعدين المفروض انت المفروض يعني راجل وسط الولاد الصغيرين دول، المفروض تشيلهم بقى، راجل كبير مزبوط. لكن العكس تماما، انت اكتر واحد بتطلع منك الكور دايما متاخر، لازم يبقى احسن من كده بكتير. صحيح. مشكله ايمن اللي انا لاحظتها للاسف يعني، مفيش حد بيتكلم، مفيش حد بيوجه، مفيش حد بيعنف، واضح ان في جري لكن مزبوط. بلا هويه. الولاد الصغيره بتجري فعلا كتير جدا جدا جدا. مفيش يمكن رامي هو الاقرب انه يكلم اللعيبه دي يا كابتن اسامه. هو بيعمل كده يعني، هو بيحاول لكن كان في معدلات ادوار كتير في الشوط. الشوط ده يعني حماسي يعني، لما اتكلمنا على ماتش انبي وكلمنا على الماتش اللي قبله، الشوط كان الاولاني قلنا ضعيف جدا. ايوه لا، الشوط ده في حماس،
في جري بس في عشوائيه شويه. رامي المفروض يتكلم بس العدد كبير قوي اللي هم الصغيرين اللي قدامه. لانك حتى الاثنين المدافعين اللي قدامه الوسط المدافع اللي هو ميدو نبيل وفخري ولاد صغيرين، الاطراف برضو ولاد صغيرين، فحتى لما بيوجه مفروض القياده تبقى متسلسله يعني في خط ده والخط ده والخط ده. انا متفق تماما مع الالوك كباتن. انتوا اتكلمتوا وانا عامل عليها 20 علامه استفهام على مكسوني واحمد عبد القادر. هم من الاثنين الكبار يعني ثلاثه كبار، رامي ومكسوني واحمد عبد القادر اللي هم التانيين شباب. نفس الكلام اللي على قال مراوغات كتيره جدا بدون داعي من الاثنين، وهم الاقل بالنسبه للتانيين. النهارده محمد اشرف احسن بكتير من الماتشات اللي فاتت، بيطلع بيهاجم من الجبهه الشمال كويس وعمل اكتر من كره عرضيه وسد التسديده حلوه قوي كانت ممكن تيجي جون، فعامل حركه وحيويه ناحيه الشمال بالكرات العرضيه. فخري حتى النهارده افضل نسبيا من الماتشات اللي فاتت، في حيويه ونشاط، لكن التلت الاخير ما فيهوش لسه فاعليه قوي. صحيح. طيب الحلول ايه الشوط الثاني يا كابتن بلال؟ حلول هجوميه طبعا. بص كعاده سواريش ان الحلول دايما بتيجي الشوط الثاني. مظبوط. يعني هو الشوط الاول بالنسبه له هو شوط ان انا بحاول احافظ على شباك نظيفه، بحاول ان انا ادافع بشكل كويس، ومن ثم ستيب 2 سكند بقى الحاجه الثانيه الفيجن اللي عنده بتاعه الشوط الثاني، هو بيشتغل الشوط الثاني بيبتدي يغير. صح. تمام، يغير لعيبه يعني ممكن ينزل يبتدي يشتغل على زياد طارق. زياد طارق يشتغل زياد طارق، ينزل محمود موجود عنده قدام. في رأفت خليل ممكن، يعني حتى كمان النهارده ما عندوش راس حربه بره. ايوه بالظبط، ولا حسام ولا حسام حسن وصلاح محسن الاثنين ما فيش حد فيهم موجود على دكه البدلاء. يعني النهارده مثلا سيد غريب غير موفق واداؤه واخد انذار مش افضل شيء، ومعرض ياخد الانذار الثاني اللي هو لعبه اجريسيف شويه، فطبيعي يبقى عندك راس حربه تاني. يعني هل في رؤيه عنده في الحته دي انه ينزل حقي يبقى حارس مرمى تاني مكان راس حربه؟ ممكن يعني انا ما اعرفش يعني بصراحه. لا لا خير ان شاء الله. هي في واقعه حصلت الشوط الاول طبعا ما نقدرش نتغاضى عنها، لما جه اوف سايد للنادي الاهلي في نص ملعب النادي الاهلي بالطبع طبعا. الاوف سايد اتلعب بعد خط المنتصف. طب لو الكره دي جه منها جول نشوف بقى كابتن ناصر كان هيبقى ايه النظام؟ نسأل الكابتن ناصر بقى لما يجي لنا إن شاء الله بعد نهاية أحداث المباراة. نروح لفاصل نرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث المباراة. انتظرونا.